مو فريطات الصيف وكيقولوا الله لا شاطئ رائع وما كينش بحاله. ولكن إلى رجعوا العقود الأخيرة من القرن الماضي غادي يتبهدوا أكثر، حيت غادي يلقاو أنه كان أجمل وأنظف بكثير وأروع مما هو عليه الآن. وإلى بعدنا شوية على الشاطئ غادي نلقاو قصبة مولاي إسماعيل كتطل عليها من الفوق، وهذه القصبة كتعد من بين أهم المآثر التاريخية في المملكة، حيث كتدل المصادر التاريخية كلها على أنها تبنت في القرن السادس الهجري، وكانت كتشكل قلعة وحصن حصين للدفاع عن المنطقة من الأطماع الخارجية ومن الغزاة كالبرتغاليين وإسبان وغيرهم. وإلا كانت القنيطرة حديثة العهد وتاريخها ما كيتعداش 120 سنة، هذا ما كاين فيش كونها كتعد من إحدى كبريات المدن المغربية والعاصمة الفلاحية للغرب، وكذلك فهي كتشكل ملتقى الطرق التجارية الرئيسية والهامة اللي كتربط بين مدن وسط وشرق وشمال المملكة. والمدينة كتميز كذلك بالبصمة اللي وقعتها في شتى المجالات الأدبية والثقافية والفنية والرياضية، بحيث خرج من صلبها أبطال ونجوم رياضيين كبار كسعيد عويطة في مجال ألعاب القوى وفي كرة القدم محمد البوساتي الهداف التاريخي ب 25 إصابة خلال الموسم الرياضي لبطولة 81-82، واللي حد الساعة ما استطاع حتى لاعب يحطم الرقم القياسي ديالو. وبجمع بن خريف الغني عن التعريف وحسين أنافال وما أدراك ما حسين أنافال وخليفة العبد، بالإضافة لبدر هاري البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسين وغيرهم كتير. أما في مجال الأدب والثقافة والنقد السينمائي فكان وجدوا الكاتب دريس الصغير والقاص مصطفى كليتي والشاعر محمد الطوبي والشاعرة السعدية بالقارح والناقد السينمائي المختار ريت عمر. وفي مجال الفن والموسيقى والمسرح والتمثيل العربي بن الساسي وماجدة زابطة وعماد عبد الكبير ومحمد شريف والعربي الصبان عميد الكاريكاريتيست المغاربة ولطيفة رأفت، والقائمة كبيرة وطويلة وكيصعب الحصر ديالها. ودابا غادي نديرو واحد الطليلة على المدينة أيام الزمن الجميل، أي من خمسينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي القرن العشرين، حيث كيبان لنا الفرق الكبير بينها وبين المدينة ديال دابا. فيا حسرة، كانت القنيطرة جميلة بزاف ونقية وأنيقة، وما كتعاني لا من تلوث المناخ ولا من الضجيج والصداع ديال وسائل النقل اللي كانت قليلة وبسيطة، ويقدروا السكان ما يحتاجوش ليها لأن المدينة بحد ذاتها كانت صغيرة ومجموعة وتقدر تعتمد فيها على الكريوات، يعني غير بالمشي على الأرجل فقط. وعلى ذكر النقاء والصفاء المناخ والسلامة ديالو هو وتسبو من خطورة التلوث، فهذا كان كيساعد على السيرورة ديال واحد الظاهرة اللي كانت كتعرفها المدينة، ألا وهي التواجد ديال البلاج بكثرة، واللي صار من بين الرموز اللي كتوضع في الشعار ديال المدينة. وعلى ذكر شعار المدينة فهو كيتميز كذلك بالبطة، وهذا راجع النافورة الرائعة اللي كانت كتواجد في الساحة الإدارية قبل قصر البلدية، واللي كانت كيعيش فيها البريكات، بحيث كتخلق واحد المنظر رائع كيروق الكبير والصغير وما كيسخاوش يمشيو من حداه. والوليدات ديال القنيطرة كانوا كيعيشوا على البساطة التلقائية، فرحانين في سلم وأمان، وحتى أوقات اللعب ديالهم كان جميلة بزاف، وما كان فيها لا بلاي ستيشن ولا اكس بوكس ولا سمارت فون ولا غيره، ولكن كان جل اللعب ديالهم كيصنعوها بيديهم وبأدوات بسيطة وكتخلق لهم الفرحة والسعادة. واللعبة اللي كانت مشهورة بزاف هي السيارة الخشبية العجيبة اللي كان الوليد كيطلع فيها ويدفعوا صاحبه بكل ما بجهده، ولكن عند الهبطة إما كيفراني برجليه أو كيلقى التروطوار ويقنب صبعو. إيوا ما عليه غير يكملها ويسكت، أولا غادي يلقى الطريحة ديال العصا كتسناه في الدار. أما الألعاب
كانت كثيرة ومتنوعة، وكانوا الأطفال وليدات وبنيتات كيبتكروا كيبدعوا فيها غير من وحي الخيال ديالهم. هوايلة سالا اللعب في العشية، فالصباح خاصهم يمشيوا للمسجد باش يحفظوا القرآن، وإلا ما حفظوش مزيان فكان مصيرهم هو الفلاقة. والله على أيام الفلاقة وشحال كانت كتخلع الوليدات، ولكن مع ذلك كانت كتقضي الغرض. أما السهرة المفضلة عند الوليدات في ذاك الوقت فكانت هي يزلو صلة ديال الخبز ويديها الفران، إيه على الفران البلدي الرائع اللي انقرض دابا وما بقى ليه الآثار. وشحال من مرة كيطيح ليهم العجين في الطريق وكتكحل عليهم، راه ما كاين غير الهرماكة. المرأة القنيطرية كغيرها من نساء المغرب كان اللباس ديالها تقليدي وجميل بزاف، وما يمكنش ليها تخرج بلا القبول تاعها، وكل شيء كان كيحترمها، وكذلك كتعيش مرتاحة وما مفتوناش حيث كتفيق الصباح وكتقوم بأشغال البيت ديالها وطيب الماكلة لرجلها وليداتها. ومن التالي شوف إلا كاين شي حويجات مقطعين خاصهم يتخيطوا وبالها هاني، بحيث كانت كتخلق السعادة والفرحة الدار. إوا سيدنا غادي نكتفيو بهذا القدر باش نقولوا الله على أيام القنيطرة في أواخر عقود القرن العشرين. يا ليتها تعود شي نهار، ولكن للأسف مستحيل، وفقط كتبقى من ذكريات الزمن الجميل.